النقص الملاحظ في مادة الحليب لتلبية الطلب الداخلي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضلوا تفضلوا سيدي. شكرا شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة لدعم سلسلة إنتاج الحليب لتوفير هذه المادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟ تفضلوا سيد. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيدات والسادة النواب المحترمون، فتفاقم الوضعية باستمرار الجفاف الحاد وغلاء الأعلاف تسبب في انخفاض ملحوظ متوسط يعني معدل المواليد ديال الأبقار الحلوب، مما أدى إلى نقص عدد هاد الأبقار وأثر سلبا على إنتاج وجمع الحليب واحد المعدل ديال ناقص 20% حسب يعني الجهات. فمجهود الحكومة منصب بشكل كلي على تفعيل عدة إجراءات بشكل مستعجل وسريع للحفاظ على توازن هذه السلسلة وحيوية القطاع على مداخل المنتجين يعني الكسابة وتمويل السوق وضمان استقرار أسعار ديال الحليب. فهكذا عملت الوزارة على وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب، دعم استيراد عجلات أصناف الحلوب واللي كيشمل 20,000 رأس ب 24 يعني شهر، واللي كتراوح بين 2500 حتى 5000 درهم العجلة، دعم إنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة محليا 4000 درهم، وهذا راه دعم مباشر، دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي عند الأبقار، مواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، العمل على وضع برنامج وطني خاص بإنتاج الأعلاف اللي حنا خدامين باش نعملوه إن شاء الله مع المهنيين، تسهيل استيراد الحليب المجفف والزبدة مؤقتا لصناعة مشتقات بعض مشتقات الحليب. تفضلوا سيد النائب في إطار التعقيب. شكرا شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، واش كتعرفوا الثمن ديال الحليب في السوق شحال كيدير؟ واش عمر شي واحد مشى للاسواق ودخل وشرى الحليب شحال شراه شحال كيدير اليوم؟ اليوم كيدير سيد الوزير 12 درهم اللتر. وكتتكلموا بانه هذه السلسله ديال انتاج الحليب في واحد الوقت كنقولوا بانه وصلنا للاكتفاء الذاتي، نقدروا نكونوا في واحد سنه من السنوات وصلنا لاكتفاء ذاتي، ولكن في السنوات الاخيره السيد الوزير ماشي سنتين او ثلاثه مابقاش عندنا اكتفاء ذاتي في هذه الماده. اصبح الفاعل في هذه الماده كتعرفوا شنو ملي كيجيبوا كنستوردوا مسحوق الحليب وكنديروا به الحليب. السيد الوزير، السيد الوزير، انا انتمي الى منطقه كانت تعتبر الاولى في انتاج ماده الحليب، 80% من التعاونيه تسدوا، 80% ملي كنقولوا 80% راه ما بقاش. سيد الوزير، عرفت شنو الاشكاليه؟ نهار درتوا هذه السلسله ديال انتاج الحليب ودرتوا هذه السلاسل الانتاجيه ولا الفيدرات بين المهنيه، هنا فين درت الطامه الكبرى، هنا فين كنت تقنعونا بانه الدعامه الاولى غادي تكون تضامنا مع الدعامه الثانيه، وحصل العكس. حصل العكس سيد الوزير. اش وقع؟ بانه الدعامه الاولى قضات على الدعامه الثانيه باش يمكن يعني تستغل المواطن، لانه الهدف هو ان انتهى التوقيت. السيد النائب المحترم انتهى التوقيت. هل من تعقيب اضافي؟ اذا تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، فالحليب المبستر باستوريزي للاسف سيد الوزير التوقيت انتهى للاسف.